صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك Allah, 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 All
صلى الله عليه
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم الأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند أيام القدرة القيومية ورشد فله من استرشده واستهدى نسألك بأنوارك القدسية التي أزهد من ظلمة الشك نجا ونتواصل بشرف الذات المحمدية ومن هو أخير الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآلك واكب عبد البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله تقون فضلا من الله وبها من شريعته للمناقب والخصوصية الذين استبشرون بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص النية وتنجح منك من الحاضرين ومطلبه ومناه وتحلصنا من أسر الشهوات الأدواء القلبية وتحقق لنا من الأمان ما بك ظننا وتغفرنا كل ملاهمة وبلية ولا تجعلنا بمن أهواه هوى ودنيا لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتسلق لمن من أي من غيبه وجسره وأسره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال الإخواز الذرى وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتدمع ما سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل حسين مقاما ومزيا ولكراج ما أمله فيك رجا وقد سألك رجنا مواهبك لدنيا فحقق لنا ما منك رجعنا اللهم آمين رعاة وأسر رعاة والرعية وأعزم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة الرعية واسكنا غيثا يوم سيب سيب سب سب وربا وغفر نسي هذه البرد المحبرة المولدية سيدنا جعفر من البرزان نسبته ومعتما وحقق له الفوز بقربك والرجاء الأمنية واجعل المقربين مقيله وسقنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا وكاتبها وقرها وما نصب اليها سمعه واصغى اللهم صل وسلم على اول قابل تاج من حق الحقيقه القوليه وعلى اله وصحبه ومن نصره وماله باشنا بالاداب وسيد الذريه وتهل صدر محافل المنيقات بعقود علا وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا ومولانا خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين احمد صلى
على نور المبين أحمد المصطفى سيد وعفو عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعل رحمتنا نعمة وشفاتنا مغفرة علينا وعلى أهل القبور خصوصا أمي حجة حالية بن حجي يحيى حجي يحيى بن أرمن حجي حسن بن قاسم حجي كافي بن حجي لان حجي نعيم بن سعيان حجي عباس بن حجي سالم وحجي نانو نارسي بن محمد صالح وخصوصا أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجدتنا جدتنا لسجدنا لمشايخنا لإخواننا لأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وأدعب لهم الحسن وتكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الأولياء والشهداء والصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم واجعل الجنة مأواهم ومصيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين يا ربي بل بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ya wasi'al karam ya Allahumma salli. Semoga apa yang telah kita laksanakan tadi nantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun terdapat kesalahan, kekurangan, senantiasa dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua nantiasa mendapatkan syafa'atul husna dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini untuk bulan besok di bulan November, minggu pertamanya jatuh di tanggal 6. Minggu pertamanya jatuh di tanggal 6 yang bertempat di rumah Ibu Sophia. Bila lagi kan nih Sophia. Oh iya, jadi di tanggal 6 pocok, di tanggal 6-nya ya. Minggu pertamanya tanggal 6, mudah-mudahan pada waktunya kita semua senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, diadakan rezeki kita bisa kumpul lagi, bisa jumpa lagi, bisa bersilaturahmi kembali di rumah saudara kita, empok kita, Ibu Sophia, Bapak Hasanuddin yang ada di Bulak Amah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirnya dari saya kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa beli air.